السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان، الامور هانيه، صحيح لاباس، هانين مهنين مرتاحين، كلشي مزيان ان شاء الله. كلكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيانه. غادي يبان لكم عيني حمرين لانني يلاه دوشت. فرحانه بزاف صراحه. اجوي فين غاده؟ ما غاده فين، غندير الكيراتين ان شاء الله شعري، فرحانه به بزاف، لانه الصراحه الكيراتين تيهنيك من صايب الشعر. الا كنتي تديري ليه باتشات تهني منه، راكم عارفين مع السبايغ وداك الشيء. شوفوا هاد جوج حبوبات اللي ناضوا ليا هنايا اخر مره فاش درنا داك لانيف ديال ارين، ناض ليا الحبوب. انا ما تجيش معايا داك الحلوه اللي تكون كما تيقولوا ثقيله بزاف، ناكل الحلويات نقيس، اما لاكليش بزاف عندي حساسيه من الحلاوي. كتنوض ليا كينوض ليا الحبوب، شفتوا دغيا سير بلاص. انا ديما تناكل داك الحلوى، عقلت وكنقولها لكم، كناكل الصباح تنحسب، تنبدا نحسب في الحبوب، ها واحده جوجه ثلاثه، ما هنا واحد جوجه اخرين، وحده هنا صغيره كيضربوا. المهم يضرب واحد المده ما تيبقاش فيهم، الحمد لله انه ما تيبقاش فيهم الاطراس. المهم بغيت نقول لكم البنات، اليوم ان شاء الله غنوضح لكم بزاف الحوايج. بزاف البنات تسولوني قالوا لي كنا شفناك واحد الفيديو، ما عرفتش، ما بقيتش قلبت القناه، الفيديو قديم في العام الاول اللي فشي الله حليت القناه. كنت درت كيراتين سميتو كوكو شوكو، هو خديت هاد المره قرعه كبيره على هاد الشكل هذا، هذا هو الشكل ديالها. داك المره كنت خديت حكيك، لانه كانت اكسبيريونس الاولى ديالي معاه، صراحه واعر، كانوا بنات بزاف بارطاجوني في الجروبات وداك الشيء، كنحماقوا عليه بزاف وخرجت لهم نتيجه واعره، حيت انا بينت لهم في الفيديو بلي زيطاب وداك الشيء كامل وريته لكم. هاد المره هادي ان شاء الله غنعاود نديرو. البنات غيقولوا لي علاش بغيتي ديري الكراتين، ما نكذبش عليكم، بغيت نرتاح من شعري، غنبقى عاطيها العنايه العنايه، ويبقى لي الكراتين يعني يعطي واحد اللوك زوين، كيبان لامع وصحي وكيبان فيه بزاف الحوايج اللي متميزه. المهم البنات هنايا شنو بغيت نقول لكم، قبل ما بغيت ندير الكراتين بغيت غير نعطيكم بعض المعلومات، لانني ما بغيتش نضيع الوقت، بغيت نبدا نهضر لكم في صوتي وبالفيديو، الفيديو خدام. علاش؟ لانه ارين وفارين خليتهم مع باهم مع باختيار. علاش؟ لانه ممنوع منعا كليا تخلي وليداتك باقيين صغار حداك في واحد الريحه مجهديه الهي. دابا انا غنديرو نورمال، خصني ندير الماسك، ما كنتحملش، خصني نحل الشرجم، الشرجم هو اللي غنحلو. وخصك ديري نظاظر الا كانت عندك الحساسيه في عينك مفرطه، لانه ريحته مجهده. ولكن علاش هاد كوكو شوكو هو اللي كنختارو، ولي زعما ملي تنبغي ندير الكيراتين هو اللي تنديرو؟ لانه ماركه زوينه، ما فيهش المواد المسرطنه، داك اللي بحال جوج مادات مسرطنين راه غنذكرهم لكم، باش نتوما اللي كنتو باغيين تاخذوا شي كيراتين واحد اخر تقلبوا واش فيه هاد المواد المسرطنه. المهم ما نكثرش عليكم بزاف، وما بغيتش نطول عليكم بالهضره بزاف، غنخدم الفيديو، غتشوفوا لي شنو المراحل اللي غندوز فيهم ان شاء الله وانا غندير الكيراتين. خليكم معايا. بعد اول حاجه غسلت شعري بهذا، انا غنشرح لكم كل شيء بالفيديو ان شاء الله. هذا شو هو ديال كوكو شوكو كما تشوفوا، سميتو كلاريفاين، كلاريفاين شامبو، ديب كلينين شامبو، كيغسل الشعر من الاعماق. يعني ضروري قبل ما ديري الكيراتين خصك تغسلي به بلا ديميلور بلا حتى شي حاجه، غير هذا بوحديته صافي. ودابا غنوريكم شنو غندير، ما شاء الله شعري هنا باقي فازك، غنوريكم دابا لي زيطاب اللي غنديرو هنا. البنات من بعد ما كما قلت لكم شعري مغسول، خاص تشريو هاد الشامبو، هاد الكلاريفاين هذا، تيدير غسيل عميق للشعر. يعني الا كان فيه شي زيوت، الا كنتي دايره شي ماسك للشعر، غير هو تيخرج الشعر قاصح. يعني شوفوا حتى شعري خرج مجعد، يعني ما انا شعري ما دايرش بحال هكا في الطبيعه فاش غنغسلو، خرج مجعد بزاف، يعني بحال تقولوا ملوي وقاصح، يعني المهم تحسي به قاصح. ما تخلعي ما والو، هذه هي الخدمه ديال هذا الشامبو هذا، لانه تينشف الشعر باش تيستعد وتهيئ الزغبه للكيراتين. وهذا وغنذكر لكم في هذا الفيديو حتى الكيراتين اللي خصكم تقلبوا ما يكونش فيه واحد الماده اللي تتسبب الله يستر السرطان، الله يشافي الناس المرضى السرطان في هذا النهار هذا ان شاء الله. خاصكم تحذوا من هذه الماده اللي غنذكرها لكم ان شاء الله. الا بان لكم شعركم كيولي بحال القنبوله، بحال مفرقعه فيها قنبوله، وتخلعوا ما والو، الشامبوان تيدير بحال هكاك، تينشف هذاك الشامبو اللي تيجي مع الاولاني، الخدمه ديالته تينشف الشعر مزيان، يعني تيخلي الشعر هو ناشف باش يتخدم فيه الكيراتين على حقه وطريقه. داكشي علاش الا بان لكم شعركم ناشف بزاف ما تخلعوش. انا اول مره البنات فاش درت الكيراتين لراسي عرفتي تخلعت، عرفتي شعري بان لي وقت، قلت ويلي ويلي جداني، وليت تنهضر غير راسي، ولكن سي نورمال. الخدمه ديال بصح اش غادا ندير، غادا نفرق شعري وغنبدا غادا خصله بخصله، ولكن ما فكرت ما نخدمش الشعر هنايا انه يتلح على الناموسيه وداكشي، غنمشي للحمام ان شاء الله وغادا نخدم الكيراتين.
تستافد. حاولوا اذا كان معكم شي حد يديروا لكم من الاحسن، اذا كانت عندك مثلا اختاك ولا هذا من الاحسن ولا ديري لك. هنا البنات درت غير القياس اللي غادي نحتاجه، ولا خاصني غادا نزيد، الا خصني غادا نزيد، غنبقى غادا بحال هكايا حتى ان شاء الله نكمل شعري نورمال. الا كان عندكم البنات اللي قالت كيبان لي غيخصني البرودوي كامل لانه شعري ناشف، كيبان لي غنديرو كامل. المهم خصني كامل راه غنديرو كامل، انا على حسب عيني مزال. قلت لكم البنات الا عندكم هذا، الا عندكم شي حاجه بيجاما في يد الله بقات مزيانه، معقلتش واش يخسر اللون ديال البيجاما ولا لا. قلت لكم البنات الا بحال هكا تمي غاده، ما تبقايش زعما دلكي بزاف، هي صافي اون فوا ديري هذاك الخدمه اللي راه تخدم بها. شي نسد الباب حلو الشارج انه هادشي واعر الصحه. قلت لكم البنات حاولوا انكم فاش ديريه ديري اللي قالت، لانه شويه صعيب على اليدين، عرفتي غير ريحته بعدا وتشوفوا عينيك غيوليو من بعد، خصوصا فاش تخدمي في البريسر تبدا يطلع لك الدخان مجهد على العينين. وتفاداو الجلده ما تقيسوهاش حتى هي. هنا البنات كما شفتوا غنبدا ندير خصله بخصله بحال فاش نصبغ شعري، يعني غير كنفزك الزغبه بالبرودوي. وبالنسبه للبنات اللي عندهم الزغبه ناشفه، حاولوا انكم تاخذوا قرعه تكون كبيره، يعني واخا تكون شعركم قصير خذوا 250 مليلتر حسن لكم، لانه واحد المشكل اللي كاين البنات هو انه يقدر ما يكفيكش البرودوي تولي النص نديره والنص لا. وقلت لكم ونأكدها لكم، واخا يبان لكم شعركم ناشف بحالي، شوفوا شعرك كيفاش يبان ناشف بزاف، ما تخلعوا حتى شي حاجه، داك الشامبو هو اللي تيدير بحال هكاك. وما تغسلوش بالشامبو، راه كاين شامبو اللي عادي ديال الكيراتين، وكاين هذا الكلاريفان، هذا الكلاريفان هو اللي تيدار قبل ما كديري الكيراتين. والبنات اللي الكيراتين اللي فيهم الماده المسرطنه تكون واحد الماده سميتها الفورمالديهاد، الفورمالديهاد هاد الماده هذه البنات الا كانت في الكيراتين بعدوا منه، يعني 99.9 راه تيدير الله يستر السرطان والله يشافي جميع المرضى يا ربي، حداو منه. البنات غنخليه ما بين 30 حتى 40 دقيقه، من الاحسن 40 دقيقه، باش غادي ندير ليه غنبدا نمشطو، غنجيب واحد المشطه بحال ديال القرن وغنبدا نمشط بها باش يدخل مع الزغبه مزيان مع الشعيرات مزيان. عاد باش نوريكم من بعد شنو غادي ندير لاطاب المواليه. دابا البنات اشنو غادي ندير، غادي نمشط بشي مشطه اللي نكون ما باغاهاش، لانه هاد الكيراتين هذا راه تيبقى في المشطه، واخا تبغي تغسليها تبقى الريحه ديال الكيراتين. دابا غنمشط شعري مزيان باش نخليه يستريح، عرفتي عيني كيحرقوني انا ديجا البنات عندي حساسيه في العينين، يعني الله يحضر السلامه وصافي. عرفتي في اري فاش كنت درتو، يعني الكيراتين كيما كان نوعو ضروري تيحرق في العينين، واخا تكون يعني كيما كان ماركه زوينه ولا ماركه عاديه تيحرق في العينين يحرق. هذا راه من الماركات اللي زوينين البنات، يعني كما قلت لكم عندكم اختيار شحال ما بغيتي تاخدي. انا هاد القرعه اللي خديتها كنت زعما قلت النص نخدمه، بس النص يبقى لي صراحه بقى لي قل من النص، راه خدمت به تقريبا بقى لي غير قولوا الربع اللي بقى لي منه. يعني البنات اللي شعرها قد ديالها انتما شوفوا شعري قداش، اللي شعرها قد الطول ديالي راه غاداش تحتاج 250 مليلتر حسن لها، حسن لها ما تاخذي زق ما كافيهاش. ها هكا نخدمو مزيان نمشطو تيتسرح باش منين ماشي الله الزغب كلش ياخد مفعول. باش حاولوا ديروا هادشي بكري لانه راه فيه الخدمه، يعني انا نقولوا من هنا يعني فيه خدمه تقريبا 3 السوايع عباس سالي. دابا نقولوا انا من هنا حتى لوحده الليل عباش غنسالي باي الله 11 وشي حاجه. كيقول لك اللي بغى الزين خصو يصبر قبل ودنين، هادشي تنحسب شي معلك. اكره حاجه عندي هي الفوطه نديرها تحت عنقي، تنحمش الفوطه. دابا البنات كما كتشوفوا من هنايا من بعد ما شعري دابا باقي فازق هانتوما شتو بالبرودوي ديال الكيراتين، دابا ما غنغسلو ما والو. البنات هذا هو التساؤل اللي كانوا طرحوه عليا في واحد الفيديو، قلت لكم فاش درت الكيراتين فاش تتغسلي شعرك تتغسلي بهذا كلاريفاين، من بعد كتغسلي بهذا الشامبوان ديالو الخاص، عاد باش تتغسلي كتغسليه هو الاولاني
تتنش فيه بالسيشوار كما شفتوا، عاد باش تنشف ما يبقى حتى زغبه فازقه، عاد باش ندير لي برودوي ديال الكراتين خصله بخصله. عاد باش دابا غادا نوريكم الطريقه اللي غادا نديرها، ولكن ما نعاودش نقرب الماء من الغسله الاولى فقط. هذا البرودوي هذا غنشفو بحال هكا، يعني خصو يبقى البرودوي في شعرك. الا غسلتي راه شي ما درتيه، يعني راه بحال كبيتي الماء في الرمله. دابا ان شاء الله غنشف شعري، غنرجعوا للتقنيه الاولى اللي درناها هي الشيشوار. نشف شعري بالسيشوار بعد الحمد لله انه باختيار شاد ديال البنت وسكتها ساكته. انا كنت خايفه غير باش بكي حيت اش نبعد سبحان الله العظيم، ولا بحال مثلا تشوفها باختيار حدايا تهزها وتتشم بحال تتشم الريحه صافي تبدا تبكي. كاين الحمد لله ما بكاش ما والو الحمد لله. دابا غنبداو نشفو عاوتاني كما قلت لكم. دابا في الطريقه هذه فاش تنشفي الشعر شويه صعيبه، علاش؟ لانه وقت الحمام تتنشفي شعرك بهذا بالفوطه، اما دابا ما خصكش تنشفي لا بالفوطه لا والو، غير السيشوار فقط وراه مقلت بالبرودوي، يعني غياخذ ليا شويه في الوقت باش غادي ينشف. كما قلت لكم واخا شعرك يبان لك قاصح ما تخلعي والو، راه هذا هو الخدمه ديال الكراتين، لا تدخل في النتيجه باش غيبان لك العضون. بلات على ذكر حرق العينين، ما تخلعوا والو من حرق العينين، هذا راه ما تيحرقش بزاف. شوفوا رانا باقي حل العينيه وتندوي، راه كاين هذاك اللي فيه ذاك الماده المسرطنه، راه عينك ما تحليهمش ونيفك تخنقي، يعني حتى البيت ما نقدرش الريسكي ندير في هذا البيت هذا. راه عرفتي طحت ثلج برا وحال الشرجم، المهم الصحيه كلشي عرفتي رجليا تجمدوا بالبرد، تجمدوا بالبرد، راه حال الشرجم راه تيبان لكم خويا من الجهه الاخرى، راه محلول الشرجم ضروري ما ديروش في بيت مغموق. بعدو وليداتكم اللي عندها الحساسيه دير ماسك، اللي عندها حساسيه في عينها دير نظاظر بحال هكا بروتيكسيون ولا شي نظاظر ديال الثلج داك اللي هو كبارين، المهم ضرقي عينك. انا راه عندي حساسيه مفرطه في العينين، وشوفوا رغم ذلك قدرت ندير، انا راه عيني تيبداو يسيروني فاش ياكلني لانه عندي الحساسيه، ولكن الحمد لله هذا الكراتين هذا وافقني وهو اللي ديما تنديرو. المهم بلاش جربوه راه غادي يعجبكم بزاف، راه تيتباع في اي باي. المهم انا غناخذو من اي باي، بغيتو تاخذوه من بلايص اخرين خذوه من بلايص اخرين، والنتيجه غادي تطلع رهيبه ان شاء الله، غادي تعجبكم وغادي تشوفوها في الاخر ديال الفيديو مع بعض الحوايج اللي نسيت ما ذكرتهمش لكم، غنذكرهم لكم في الفيديو الاخر في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. لدرجه عينيه شوفوا مابقاش قادره نحلهم، عرفتي باختيار تقلق قال لي تعطلتي بزاف، هي نهار اللي ما خدامش دوز صيغه في شعرك. ايوا قلت لي خويا بغيتيني نبدا شعري نخليه، بديت صافي خصك تصبر. ايوا صافي عرفتي دابا الوحدات اللي البنات خديت فيه ثلاثه السوايع، عرفتي العذاب الاليم بصراحه، عرفتي عيش دير بصح. صافي دابا ساليتو، انتما غادي تشوفوا النهايه في الاخر بلاتي. واو عرفتي العذاب المبين، كيما ملي خرجت بعدا النتيجه زوينه ضيقها بحاجه. المهم البنات سمحوا لي ما قدرتش نكمل لكم الفيديو، تخيلوا معايا حتى دازت 3 ايام فاش درت الكراتين عاد باش كملت لكم، لانه داز الغد ليه ديال داك النهار فاش درت فيه الكراتين. اشنو وقع؟ سجلت لكم فيديو واحد اللبسه اللي ديجا كنت لابساها في واحد الفيديو اخر اللي هو قديم، يعني واحد البيجامه تيسحب ليا داك الفيديو قديم لانني غير من الكاميرا سوبريميت، فمشاو ليا داك اللقطات شعري كان خارج يلاه باين، يعني باين كما تيقولوا باقي هو هذاك يلاه مسالياه وخدامه، يعني خدمته البارح الصباح بان داكشي واضح مزيان، كانت الشميشه ضاربه الشعر باقي ما طلقش الزيت. هانتوما راه غيبان لكم زوين، غير هو دابا بحال تقولوا بدا شي طلق الزيت بزاف لانه البرودوي باقي ليا في الراس، عرفتي كرهت نفسي بغيت ندوش، ولكن تنتسنى غدا ان شاء الله في الصباح عاد باش غادي يوصلني البرودوي ديال شعري. دابا ملي تنبغي ندوش تندوش غير لهنايا، ما تندوش من ما كنقيش شعري لانه ما خصنيش البرودوي يقيس ليا، ما خاصش ما خصنيش نقيس شعري بشامبو عادي. المهم اللي بغيت نقول لكم بنات البرودوي ديال الكيراتين شي حاجه اللي طوب صراحه، خرج الشعر واعر باختيار قال لي شعرك خطير جا زوين زوين بزاف. ها نتوما البنات هنا كما قلت لكم بدا تيطلق الزيت، يعني راه كيبان لكم زيت لانه البرودوي كما قلت لكم تدوز 3 ايام عاد باش تغسليه، وكل فهاد 3 ايام كل نهار فاش صبحي الصباح ولا في العشيه قبل ما تنعسي خصك تصيبي شعرك بالبريسه تعاودي تخدميه، ولكن ماشي ديك الخدمه ديال الاول باش ما تحرقيش، تخدميه عادي يعني النهار الاول الثاني الثالث حتى النهار الرابع عاد باش تدوشي، عاد باش تدوشي وتتحيدي هذا تتحيدي داك البرودوي بالغسل كتغسلي باش بالشامبوان ديال الكيراتين وبالديميلور ديال الكيراتين اللي هما ما فيهمش لي سولفات، لانه هاد الماده هذه
الا كان في الشامبوان كانت في الديميلور شعرك صافي غيمشي منه الكيراتين ما تيبقاش فيه البرودوي ديال الكيراتين. فانا البنات كما قلت لكم دابا راه شعري باقي فيه البرودوي حتى الصباح غدا عاد باش لانني شريته سيباري ما شريتوش مع هذا الشيء فما عاد الصباح عاد باش غادي يوصلني البرودوي ان شاء الله عاد باش غنغسل شعري. نورمال خصني نغسلو اليوم اليوم خصني نغسلو ولكن انا غيوصلني حتى غدا انا مباركه ملي غيوصلني غدا البرودوي. فهادشي اللي كاين البنات عاد باش ديك الساعه مورا الغسيل عاد باش يبان الشعر حقيقي يعني تيبان لك يعني تيبان لا معان ديالو لانه تغسل من البرودوي تغسل من البرودوي سمحوا لي تطلع لي ديك الحرقه تغسل من البرودوي وتغسل من شحال من حاجه عاد باش يبان داكشي ديالو. فالبنات اللي باغيين ياخذوا هذا راه كاينين ثلاثه الانواع نقطه نسيت ما قلتهاش لكم كاين ديال شعر اشقر البنات اللي شعرهم الوان فاتحه خصهم يديروا اللون ديالو اللي زرق راه كيكون هذا كيكون زرق القرعه زرقاء كاين اللي الغلاقه زرقاء وداك لومبالاج زرق كاين اللي شعرها بحالي يعني ماغو ماغو شوكولا داك الالوان بحال هكايا اللي هما ماغو عسلي وهذا خصهم يديروا هذا سميتو اوريجينال كوكو شوكو بروفيسيونال اوريجينال. والبنات اللي باغين اللي عندهم شعرهم كحل ولا الاكاجو الالوان اخرين كتستعمل واحد اخر مهم واحد اللون واحد اخر راه كاين هذا كاين هذا لي لومبالاج ديالو بيض كتلقاي فيه الشوكولات بحال الشوكولات كاين الاخر زرق الباقي الثالث هو جميع انواع ديال الزغبه راه تلقاهم مكتوبين فيه في ايباي قبل ما ديري قراي داكشي راه كلشي تلقايه موضحينه. صافي انا خديته من ايباي البنات البنات اللي باغينو راه فن شي حاجه اللي زوينه وانا راه استعملته في اي بلاصه تاخدي من ايباي من سميتو شوفوا انتما الشعر شوف البنات دابا راه كما قلت لكم غير باقي يعني خصو نعتمدوش على باش غادي يبان مزيان ها نتوما شوفوا هنا شفتوا يعني دابا حتى غندوش على باش غادي يبان الشعر مزيان على حقيقته ها نتوما الجزر من هنايا قلت لكم البنات حتى غندوش عاد باش غادي يبان الشعر مزيان 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 وحتى الطول تتحسي بشعرك تيولي يبان طويل لانك كتخدميه من جدر. المهم بلاش ما نطولش عليكم بزاف صراحه فرحانه بزاف بالنتيجه وغنزيد فاش غنغسل شعري غنوريكم حتى الشامبو حتى هو ديال كوكو شوكو الاولي غنولي متبعاه الشامبو دي ميلور فاش غيوصلني ان شاء الله عاد باش غنبارطاجي معكم. والبنات اللي باغيين يستعملوا شامبوات اخرين يمكن لكم غير هو يكون خاص بالكيراتين ماشي لي سيلفات. صافي هادشي اللي كاين البنات بوسه لكم كاملين نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي كثروا لي لايك البنات السلام عليكم.